السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتاب البراغراف عن The Camel and the Horse، يعني الجمل والحصان. ومديني كلمات، طبعا عندي keywords أو guiding words، كلمات مساعدة. مديني perfect، مثالي، taller، أطول. noiser يعني ضجيجا أو غضبا، angry، غاضب. طبعا أنا ما بكتب البراغراف براعي ترتيب الأفكار، بترك مسافة بين كل كلمة قبل وبدء الجملة الأولى. تحديد الزمن وتوحيده، إذا كنت بكتب في الماضي أكتب في الماضي، إذا كنت بكتب في زمن المضارع بكتب في زمن المضارع. مراعاة علامات الترقيم خصوصا في بداية الجملة. ضمير I في أي مكان في الجملة بعمله كابيتال، ووضع علامة الفول ستوب في نهاية كل جملة. كمان بكتب أول حرف من أيام الأسبوع كابيتال. أستخدم جمل سهلة وبسيطة، بعمل على تسلسل الأحداث بصورتها الطبيعية. The camel and the horse، الجمل والحصان، الجمل والحصان. سيب مسافة تعادل كلمة وأبدأ الجملة بحرف كابيتال. هقول الجمال والخيول بتكون مثالية للصحراء، camels. الجمال and horses، والأحصنة أو الخيول are بتكون، إنهم جم are perfect، مثالية. for لل the desert، الصحراء. كمان هقول الجمال دي بتكون طويلة، camels. الجمال are بتكون طبعا أطول، يبقى taller، مضيف للصفة er، زائد than، يبقى taller than، أطول من. horses، الأحصنة أو الخيول، horses. يبقى الجمال بتكون أطول than horses. كمان هقول they، هم are بيكونوا also، يعني هم أيضا بيكونوا slower، يعني أبطأ. slower يعني كما أنها بتكون أبطأ، كما أنهم هم بيكونوا أبطأ من مين؟ than horses، الأحصنة أو الخيول. كمان هقول إن الجمال camels، الجمال are بتكون noiser، noiser يعني بتكون أكثر ضجيجا than من horses، الخيول. and they can get energy. that get can they can get angry. angry. كمان يمكنها أن تغضب. يبقى camels الجمال are noiser، أكثر ضجيجا، than horses من الخيول، and they can get angry، كمان يمكنها أن تغضب. again مرة تانية، هو طبعا مديني كلمات عذرا ما كتبتهمش، لما ال perfect مديني كلمات guiding words اكتبهم لحضراتكم. عندي ال perfect يعني مثالي، مديني taller أطول، مديني noiser، مديني noiser اللي هو طبعا ضجيجا أو أكثر ضجيجا، noiser. كمان مديني angry يعني غاضب. مديني كلمات طبعا مساعدة عشان نعرف نكتب طبعا الفقرة الإنشائية. يبقى تاني the camel and the horse، الجمل والحصان. Camels are and the horses are perfect، الجمال والخيول بتكون مثالية. for لل the desert، الصحراء. full stop، وأبدأ الجملة بحرف كابيتال. camels are taller، بتكون أطول، than horses من الخيول. they are also slower than horses، كما إنها بتكون أبطأ من الخيول. camels are noiser، الجمال بتكون أكثر طبعا ضجيجا أو إزعاجا، than من horses الخيول. and they can get angry، طبعا وكمان get angry
يعني هم يمكنها أن تغضب. They can get angry. ويمكنها أن تغضب. كده نكون وصلنا نهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.